لو الحكاية فيها إن فيتو هيكون معانا راجل هادي ورزين بيحب الدعم لكل الناس الغلبانين، هو اللي بيقول كده مش احنا اللي مألفين، وله شوية تصريحات تضحك الحزنانين. قال انه هيدعم السجاير بعد ما دعم السولار والبنزين، وكل حاجة قال انه هيعملها بكروت ذكية حتى البامية والملوخية. الراجل مش ناقص غير انه يعمل لكل مواطن رحلة سفري بعد ما وعدنا بان سلعة التموين هتجينا دليفري.